صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون 66/10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 200 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ولدى تقديمه لمشروع القانون أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن القانون يدخل ضمن المجال الحقوقي والاجتماعي، وهو ما جعل الحكومة تبرمجه كأول مشروع قانون بالمجال الثقافي. الهدف من هذا المشروع القانون هو تقوية وتعزيز القدرات ديال هذا المكتب هذا وتحسين الآليات ديال التدبير ديالو. وتكتسي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أهمية بالغة باتت تتزايد باضطراد على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما أضحى مفهوم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعرف تحولا، حيث أصبحت حماية الملكية الفكرية بصفة عامة في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية.